نرجع لموضوع الأسعار وموضوع الدولار، وبما أنه الدولار تراجع يمكن كنا امبارح بنتكلم أنه ليه الحاجة لما بتزيد ما بتنزلش بحجة الدولار، وضربنا مثال وكان معانا فقرة بخصوص أسعار السيارات. أسعار الدواجن هي كمان اتكلمنا عنها مع وزير الزراعة امبارح، وقال أنه اتكلم بشكل مباشر مع دكتورة منى محرز اللي أصبحت نائبة لوزير الزراعة للثروة الداجنة، وقال لها أنه ده أصبح ملفك. وكان طبعا دكتورة منى محرز كان ليها يعني دور كبير في القصة المتعلقة بالأزمة اللي حصلت بعد رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة وتلبية لمطلب وزارة أو الاتحاد منتجي الدواجن، تم التراجع عن هذا الأمر مع وعد من اتحاد منتجي الدواجن أن هم مش هيرفعوا الأسعار خلال الفترة اللي جاية. ارتفعت الأسعار بشكل كبير، والمفترض طبعا أنه عندنا المدخلات هذه الصناعة بتيجي طبعا يعني من الخارج جزء كبير منها، فحصل في تراجع طفيف لأسعار الأعلاف، فبالتالي لازم أسعار الدواجن تقل.